شكل الصراع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا وإصلاح نظام المعاشات في المكسيك أبرز موضوعين استأثرا باهتمام الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية. وهكذا كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت ألمانيا إلى إجراء تحول تاريخي في استراتيجيتها الخاصة بالدفاع والأمن الطاقي، مشيرة إلى أن برلين التي تفضل التجارة والحوار قررت الآن مضاعفة نفقاتها العسكرية. وفي السياق ذاته كتبت بوليتيكو أن الجهود تبذل خلف الكواليس لمنع اندلاع حرب أوسع في أوروبا، مضيفة أن ضرورة البحث عن حل قد ارتفعت مع اتجاه موسكو للتو إلى تهديد باستعمال القوة النووية. ونقلا عن مسؤولين في البنتاغون، أشارت اليومية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في استئناف الاتصال مع القادة الروس، مضيفة أن هذه المحاولات تظل دون أي تتبع. وفي المكسيك كتبت صحيفة الإيكونوميستا أنه منذ دخول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد حيز التنفيذ، تمكن المزيد من المكسيكيين المنتمين إلى الجيل الأول من تحسين معاشاتهم وأوضاعهم الاجتماعية بفضل هذا الإصلاح.